أنا بالنسبة لي على كل جيت هنا حضرت لي أنا أعتقد وأنه داخل في إطار الدفاع على حراك الريف، على المعتقلين، على الريف اللي كانت خط معالج في عهد الأمير محمد بن عبد الكريم، وكذلك الريف لعب دور كذلك حتى في عهد الاستقلال، وكانوا الوفاء في تيزي يسلي في أكنول وبويرد وفاسمو، كان الوفاء هم اللي هم السلاح. وثم كذلك عشت تجربة، لأن ملي جا الاستقلال تهمشت الشمال وعينوا الناس ديال الجنوب هما اللي حكموا باش يعينوا الناس من جيش التحرير باش يصفيوا الامن في البلاد، ومن بعد جراو عليهم. بينما اولاد البلاد اللي حملوا السلاح ضد الاستعمار تطردوا اغلبهم من الجزائر، كانوا تيخدموا في الضيعات الجزائريه وجاو المغرب تعيشوا الفقر تما في هذيك الفتره. ولهذا انا كلي تنعطى تنحمل مسؤوليه للدوله، وانا ما تعاملاتش مع الريف معامله ايجابيه، معامله ديال اسمه الجواب على ما قاموا به من اجل تحرير المغرب، من اجل وحده المغرب.